Kudüs'lü aktivist Muhammed Zeyn, Mescid-i Aksa'yı ziyarete gelen Kudüs'lü çocuklara Aksa'yla ilgili basit sorular sorarak çocukların dini ve kültürel birikimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Selamun aleyküm. Hiç alkol. Kutuzlu. Cenoblerdes. Su yani kelime nur. طول المسابقات للأطفال نسألهم عن معالم المسجد الأقصى المبارك أسئلة دينية هدفها هي أول إشي التغذية للطفل تعليم الطفل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إحنا مسؤولين عن تعليم وتربية الأطفال هذول وتوجيههم من خلال المسابقة هاي نخلق روح الحوار ما بين الأهل والأطفال الطفل إذا ما عرف المعلومة منوجهه لأهله إنهم يستشيرهم ويشاوروا بعض ويرجعوا لنا بالإجابة وإذا ما عرفوا إحنا منعطيهم الإجابة طبعا مع هدية رمزية لتشجيع وتحفيز الأطفال على هذه المعلومات ونخلق عندهم جانب تعليمي هادف